مرة دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن أفضل المهاجمين في تاريخ نادي الزمالك. تعالوا ناخد آراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبتدي من عند وليد سلام. صباح الفل عليك يا خالد. طبعا صباح الفل عليك يا وليد. طبعا من وجهة نظري طبعا الكابتن عبد الحليم علي العندليب. طارق محمود بيقول صباح الخير. صباح الخير عليك يا طارق، واكيد صباح الخير على اعظم جمهور في العالم من وجهه نظر الكابتن عبد الحليم علي والكابتن ايمانويل ايمونيكي والبولدوزر عمرو زكي، زملكاوي وافتخ. لا مفيش. امين يوسف بيقول تحياتي لجمهور الزمالك العظيم، اوفى جمهور في العالم، افضل مهاجمي الزمالك عبد الحليم علي الهداف التاريخي، وكوارشي وحسام حسن وجمال عبد الحميد، طبعا مع احتفاظ بالالقاب. كل الدعم لنادي الزمالك، وان شاء الله لنا عوده للافضل والاقوى بفضل الله ثم الجمهور العظيم. محمود الداري بيقول صباح الخير عليك يا خالد. صباح الخير عليك يا محمود، وافضل المهاجمين في تاريخ نادي الزمالك عبد الحليم علي الهداف التاريخي، والكابتن حسن شحاته المعلم، والكابتن حماده امام الثعلب، ولا ننسى جمال عبد الحميد وحسام حسن وعمرو زكي، وربنا يوفق الزمالك فيما هو قادم. احمد الخطيب بيقول صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا احمد، وبقول افضل مهاجمين على مر تاريخ نادي الزمالك وهم حسن شحاته وعبد الحليم علي.